التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أعضاء مجلس الشعب عن محافظة السويداء بهدف الوقوف على الواقعين الخدمي والتنموي في المحافظة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات. لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية التنسيق والتعاون المستمر بين الحكومة وأعضاء مجلس الشعب وتقديم المقترحات والحلول للمشاكل والصعوبات التي يعانيها المواطنون في المحافظات، موضحاً أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتأمين المتطلبات الأساسية للمواطنين في ظل مفرزات الحرب اليومية والعقوبات والحصار الجائر على الشعب السوري. واستمع رئيس مجلس الوزراء إلى عدد من المطالبات قدمها أعضاء مجلس الشعب، تركزت حول تشجيع الاستثمار في المدينة الصناعية بأم الزيتون وإعادة إقلاع المعامل المتوقفة وتقديم محفزات وتسهيلات للمغتربين السوريين الراغبين بالاستثمار في المحافظة والتنسيق بين وزارتي الموارد المائية والكهرباء من أجل تأمين ضخ مياه الشرب وصيانة الغطاسات المعطلة في المحافظة وتزويد مديرية المصالح العقارية بمولدة كهربائية لضمان استمرار العمل والرقابة على الأسعار في الأسواق. شملت المطالبات ضرورة إيجاد معمل لمعالجة النفايات الصلبة وتوسيع شبكات الصرف الصحي وإنشاء محطة معالجة في هذا الخصوص وزيادة مخصصات المشافي من الأدوية وإمكانية تحويل منطقة ظهر الجبل إلى منطقة تنظيمية عقارية والسماح بالترخيص على الشيوع والرقابة على التعليم الخاص ومراجعة دمج فرع شركة البناء والتعمير في المحافظة مع المحافظات الجنوبية. أكد أعضاء مجلس الشعب عن محافظة السويداء ضرورة متابعة عمل الوحدات الإدارية ومجالس المدن لتقوم بواجبها في خدمة المواطنين وإعداد الخطط والمشاريع ضمن الوحدة الإدارية وزيادة الاهتمام بالمخترعين وإحداث قسم لإحدى كليات جامعة دمشق في مبنى مقدم مجاناً من أبناء المحافظة، إضافة إلى استثمار مقدرات المحافظة الطبيعية خاصة الصوف الصخري والحجر البازلتي. وثمن رئيس مجلس الوزراء غنى الطروحات التي قدمها الأعضاء والتي تنم عن بعد وطني وتتعلق بالصالح العام، موضحاً أن الحكومة مستعدة لتقديم جميع التسهيلات بما فيها الأراضي وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم القروض للمستثمرين الجدد.